أعزائي طلاب الصف العاشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيسرني أن أقدم لكم اليوم درسا من دروس علم العروض. اليوم درسنا يتناول البحر المحدث أو البحر المتدارك. أهداف الدرس: أن يتعرف الطالب بحرا من بحور الشعر العربي، أن يكتب الأبيات كتابة عروضية، أن يقطع الأبيات تقطيعا عروضيا، أن يستنتج تفعيلات كل بيت، وأخيرا يذكر البحر الذي ينتمي إليه البيت. قبل أن نبدأ في هذا البحر، نحاول أن نتذكر من واضع علم العروض؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي. كم عدد بحور الشعر؟ 16 بحرا. ما هي التفعيلات العروضية التي يتكون منها بحور الشعر العربي؟ التفعيلات 8: فعول، فاعل، فاعلات، مستفعل، متفاعل، مفاعلة، مفاعيل، ومفعولات. درسنا من قبل بحر الهزج، فما مفتاح بحر الهزج؟ على الأهزاج تسهيل، مفاعيل، مفاعيل. والآن دعونا نقرأ هذا المثال. يقول الشاعر: لم يدع من مضى للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالأثر. لاحظ أن البيت مضبوط ضبطا تاما. لم يدع من مضى للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالأثر. لم متحرك ساكن، يا متحرك، دع متحرك ساكن. لاحظ أننا نضع للمتحرك الساكن الشرطة، وللمتحرك حرف الباء، وللمتحرك والساكن قلنا الشرطة. إذن هذه الشرطة تمثل حركتين: حركة المتحرك مع الساكن، أما الباء فهي تمثل حركة واحدة هي حركة المتحرك. إذن شرطة متحرك شرطة. هذا الوزن يقال له فاعل، 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 فاء متحرك ساكن، متحرك، لن متحرك ساكن. من مضى، من مضى، من متحرك ساكن شرطة، ما متحرك، ضاء متحرك ساكن، فاعل، للذي، لل. لاحظ أن اللام هنا الأولى، الذي، ألا مشددة، فإذا نفك التشديد، لل، لا، ذي، لل متحرك ساكن، لا متحرك، ذي متحرك ساكن، فاعل، قد، قد متحرك ساكن، غ متحرك، بر متحرك ساكن، فاعل. إذا الشطر الأول أو الجزء الأول أو الصدر فاعل، 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 فاعل. لم يدع من مضى للذي قد غبر فاعل، 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 فاعل. فضل عل، فضل عل، فضل عل متحرك ساكن، متحرك، متحرك ساكن، فاعل. من، 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 من،
أين من أين جئنا بمن؟ من عل من عل من الميم عليها تنوين، فبضعنا بدلا من التنوين نون ساكنة، إذا من متحرك ساكن، سي سي متحرك، و متحرك ساكن، أخ أخ متحرك ساكن، ذي متحرك، هي متحرك ساكن، أخ ذي هي فاعل بالأثر متحرك ساكن، الهمزة أو الألف الهمزة متحركة، وثر متحرك ساكن فاعل. إذن هذا البيت مكون من تفعيلة فاعل 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 في الصدر، وفاعل فاعل 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 في العجز، نطلق عليه بحر المحدث أو البحر المتدارك، والذي تداركه الأخفش الأوسط على الخليل ابن أحمد. سبق أن قرأنا هذا البيت، نقرأ: يا ليل الصب متى غدو، أقيام الساعة موعده، يا ليل الصب متى غدو، أقيام الساعة موعده. لاحظ أنا سنكتب هذه كتابة عروضية، يا لي لص ص ص ص مشددة نفك التضعيف، ص الأول متحرك الأول ساكن والثاني متحرك، ليل الص ص ليل الص ب ص ب، الباء متحرك ساكن مشددة، متى ما متحرك، تا متحرك ساكن، غدوه غدوه. لاحظ أن هذه الصورة لم تأتي من قبل، جاءت شرطتان متحرك ساكن متحرك ساكن، إذن فعل، هنا متحرك ساكن متحرك ساكن، فعل فعل فعل. لاحظ الثالثة، الكلمة الثالثة متحرك 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 ساكن، إذن فعيل فعيل. أما الكلمة الرابعة فهي أيضا فعيل متحرك 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 ساكن، إذن الصدر جاء هنا مختلف عن الصدر في البيت الأول، هنا فعل فعل فاعل فاعل، إذن تغيرت فاعل إلى فعل أو فاعل. إذن من هنا نفهم أن فاعل لها صور أخرى، قد تأتي فعل وقد تأتي فاعل. العجوز نقول: أقيام الساعة موعده، أقي أقي، يا فاعل، مس مس متحرك ساكن، سا متحرك ساكن، إذا فعل، عي نقرأ: سا ع متحرك، تي متحرك، مو متحرك ساكن، إذا فاعل، عي متحرك، ذو متحرك، هو أشبعنا الضمير الهاء في الآخر وضعنا الواو فأصبحت متحرك ساكن، إذا فاعل، إذا العجز أصبح فاعل 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 فاعل. أما المثال الثالث أيضا يقول الشاعر: ينضو من مقلته سيفا وكأن نعاسا يغمده، ينضو فعل، من مق فعل، لا ت
تي هي فاعل سيف فعل إذا فعل فعل فاعل فعل وكأن وكأن متحرك متحرك ساكن فاعل ن متحرك نو متحرك ع متحرك ساكن إذا فاعل سن سن متحرك ساكن يغ يغ متحرك ساكن مي متحرك دو متحرك هو متحرك ساكن أشبعنا الهاء في آخر البيت إذا فاعل إذا الصدر فاعل 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 وأما العجوز فهو فاعل 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 وهكذا درس أو هكذا هو المحدث القاعدة البحر المحدث أو المتدارك تكون من 8 تفعيلات 4 تفعيلات في الصدر ومثلها في العجوز تأتي التفعيلة الأصلية لبحر المحدث على فاعل وقد تأتي منها صور أخرى صورة فاعل أو فعل مفتاح البحر المحدث حتى نحفظ ما المقصود بالمفتاح هنا المفتاح الذي نصل فيه إلى الوزن هذا البيت الوزن الذي يسير عليه حركات المحدث تنتقل فاعل 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 حركات المحدث تنتقل فاعل 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 وهكذا أعزائي الطلاب أنهينا اليوم شرح درس البحر المحدث إلى اللقاء في درس آخر أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.